مشاهدينا مرة أخرى إلى جلسة مجلس الأمن نتابع فعالياتها. ولم نكن لنجتمع هنا اليوم في حال اتفقنا على آلية جديدة للتحقيق في ادعاءات استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، وهذه الخلافات فيما بين الدول الأعضاء في المجلس عمقت من الانقسام، ولا بد لنا من تكثيف الجهود إزاء كيفية الدفع بالعملية السياسية في سوريا التي أصبحت تراوح مكانها. فمنذ بداية العام انشغلنا بتصعيد أعمال العنف من قبل كافة الأطراف المتنازعة، وحاولنا تحسين الوضع الإنساني من خلال اعتماد القرار 2401 الذي تركز أساساً على وقف القتال في كافة المناطق السورية لمدة 30 يوماً على الأقل، ولكن هذا القرار وللأسف لم ينفذ، وقد تم انتهاكه في تحد واضح لإرادة المجتمع الدولي. نحن نشارك الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس قلقه وخيبة أمله الكبيرة إزاء تدهور الأوضاع في سوريا واستمرار الادعاءات باستخدام الأسلحة الكيميائية، ونؤيد ندائه بضرورة الاتفاق على آلية جديدة لضمان المحاسبة وعدم إفلات مرتكبي الجرائم في سوريا من العقاب، كما نجدد دعمنا لبعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي ستقوم بالتحقق بالادعاءات المتعلقة باستخدام الأسلحة في دوما بالغوطة الشرقية، ونشدد على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الجرائم التي تم تأكيدها. وينبغي علينا كأعضاء في المجلس ومن منطلق مسؤولياتنا أن لا ندخر جهدا ولا نيأس، وأن نواصل محاولاتنا في سبيل التوصل إلى اتفاق يضمن إيجاد آلية مستقلة وحيادية ومهنية لتحديد المسؤولين عن تلك الجرائم ومحاسبتهم. إن الانتهاكات المستمرة للقانون الإنساني الدولي وللقانون الدولي لحقوق الإنسان ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما في ذلك القرار 2118 وذلك من قبل الأطراف المتنازعة في سوريا تعزز من قناعتنا بضرورة الامتناع عن استخدام حق النقض الفيتو في حال وجود انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، والتعامل مع أي جرائم ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب والمسائل الإنسانية الأخرى كمسائل إجرائية، أي لا يسري عليها حق النقض حتى لا نسمح بتكرار هذه المآسي والمعاناة الكبيرة للمدنيين الأبرياء. إن موقف دولة الكويت مبدئي وثابت من الأزمة السورية، ويتطابق مع موقف جامعة الدول العربية الداعي إلى الحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال سوريا ووقف أعمال العنف والقتال لحقن الدماء وللحفاظ على أرواح أبناء الشعب السوري والتوصل إلى تسوية سلمية تحت رعاية الأمم المتحدة وفقاً لبيان جنيف الأول لعام 2012 والقرار 2254 وبما يحقق انتقالا سياسيا تتوافق عليه جميع مكونات الشعب السوري ويحقق طموحاته المشروعة. وشكرا السيد الرئيس. Le agradezco al representante de Kuwait.